صباح الخير. انا منار شحيمه، عمري 40 سنه، بلعب باسكت بول على الكراسي المتحركه، متطوعه باتحاد المقاعدين وبعمل مسرح اطفال. ما كانش مبين علي صراحه، بلشت انمو شوي شوي، فصار الوالد بده ياخذني من حكيم لحكيم ليشوف شو الوضع. فرجع الحمد لله، ما خلص، هاي خلقه ربانيه، ربنا كتب لنا هيك الحمد لله. بس المجتمع اول ما طلعت كثير عانيت صراحه منه، كثير بشكل مش طبيعي. يعني اطلع على الطريق لايكو، هيدا هي عباره نحن اسمنا كسر قامي، بس العباره عند الناس بيقولوا لها قزم، لايكو هيدا القزم. بس الحمد لله مش مثل انه شخص ابكي اتضايق ضلني محبوسه بالاوضه، لا بالعكس، مثل ما بيقولوا حطيت اجري على الارض وثبت اجري اني انا لازم حارب لاوصل للناس، لتشوف الناس مين هيدا الشخص الكزم اللي بضل يقولوا عنه كزم. وصرت بلش شوي شوي، بلشت اشتغل مسرح اطفال، رجعت بلشت بالتطوع باتحاد المقاعدين شوي شوي الحمد لله، رجعت اخذوني للكراسي المتحركه للباسكت بول. وانا كشخص على الكراسي المتحركه كثير صعب، لانه بس اصابيعي هود اللي بيوصلوا على الكراسي، لانه شخصي كشخصي انا الكرسي المتحركه قصير. فانا كيف شخص عم دافع، يعني عم بحارب بقوي، لحارب حتى الكرسي اللي انا قاعده عليه عم بحاربها لاوصل اللي انا بدي اياه، لانه انا الباسكت بول كثير بحبها. فاللهم صل على روح النبي، وحاربنا ومش الحال، وفرجينا قدراتنا قديش. يعني صحيح انا شخص قصير، بس عندي قدرات كثير قويه اسم الله، وهيدا كله من فضل ربنا. ومينك انت؟ انا اسمي القزم الجبار. بالمسرح الي 20 سنه، كنا صغيره بالمسرح، هلا كبرت شوي. كنت هلا قاعد عن جد مش عم بمزح والله. هلا بين شوي طول. وانا بسكت بالقهوه بس ما بعرفش ضايف. ما بعرفش ضايف بستعي. لا عادي. الحمد لله بمشي وبروح وبجي، خلص مش ضروري والله، وسافرت ولعبت بس بالالعاب الاولمبيه على الديسك الطائر والجلي الحديد، طلعت على الصين وطلعت الثانية وجبت الميدالية الفضية الحمد لله، نشكر الله. فأنا ما عندي مشكلة، أنا ليش هيك ولا بعمري قلتها، الحمد لله أعطاني القوة وأعطاني أكثر ما بستاهل، ونشكر الله. طبعا فخورين فيها، فخورين بعملها، فخورين بصيتها الحلو، فخورين بشغلها، فخورين ب تمثيلياتها. وبيكفي انه مثلا بس تطلع تمثل او على مسرحيه او كان غيره وغيراته، بكفي انه بتضحك وبتفرح كثير وجوه. الله بياخذ شغلي من الشخص المعوق، بس بيترك اشياء كثير بالشخص، يمشي ويطلع ويروح ويجي، وشو هم المجتمع شو بده يحكي، شو هم العالم شو بده تحكي، هو شخصيته عرفها شنو، بيقول يا رب كلمه، يا رب وكلمه انه يكون مع ربنا اهم شيء بالدنيا، وربنا اللي بيقويه وربنا اللي بيعطيه القوه ويطلع، وما يضل ببيت وما يستحي يطلع لبرا كرمال الناس، لا عيش حياتك، انت ربنا خلقك مثلك مثلهم، عيش حياتك وطلع وروح وتعا، وما يهمك حكي الناس، وشوي شوي مثل ما انا عشت الناس بتحبك. باي باي.